نزلوا إلى شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية ينادون بالعدالة للجميع واحتجاجا على وحشية الشرطة، فاعتقل نحو 20 منهم وفقا لوسائل إعلام محلية. انظر إلى هؤلاء الآلاف من الناس، سود بيض شباب مسنون، هذه هي أمريكا. وفي مدينة نيويورك خرج أكثر من 25,000 إلى الميادين الرئيسة بالمدينة مطالبين بالعدالة، وحملوا لافتات كتب عليها الأيدي للأعلى لا تطلق النار، شعار خرج من فيريكسون، وأخرى كتب عليها لا أستطيع التنفس لتظل شاهدة على خنق أريك غارنر الشاب الأسود الذي قتل خنقا على يد الشرطة في نيويورك. في غرب الولايات المتحدة خرج الآلاف من الأمريكيين في أوكلاند بولاية كاليفورنيا واعتقل نحو 50 شخصا، وأججت قرارات هيئة المحلفين عدم تجريم أفراد الشرطة المسؤولين عن مقتل الضحايا السود الغضب، وعلت الأصوات تنادي بتغيير المنظومة القضائية.